أهلا وسهلا بكم في مادة الـ CNC Technology and Programming. موضوع محاضرة اليوم هو الـ CNC Technology. لما أقول CNC Technology ما ينفعش أغفل الـ Machine Control Systems. الـ Machine Control Systems ينقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول Stepper Motor Control والقسم الثاني Servo Motor Control. بالنسبة للقسم الأول ألا وهو الستيبر موتور كنترول، فبيبدأ بمدخلات السيستم ألا وهي عبارة عن بروجرام البرنامج. يدخل هذا البرنامج إلى عقل هذا النظام الكمبيوتر، وعن طريق الكمبيوتر يعطي إشارات إلى عضلات هذا السيستم ألا وهو الستيبر موتور الذي يقوم بدوره إلى تحريك أجزاء الماكينة الماشين موفمنت. إذن هذا باختصار The Stepper Motor Control. The Stepper Motor takes voltage pulses، بيدخل له تيار كهربي وبالتحديد فولت. هذا الفولت يتحول إلى روتري موشن، حركة دائرية. يعني لو المشين ريزوليوشن، الدقة الخاصة بالماكينة، The smallest motion حوالي 0.0001 millimeter and you want to move 3 millimeters. The computer sends. الكمبيوتر هيبعت 30,000 بلصة للموتور، وبالتالي الماشين هتتحرك 3 مليمتر عن طريق حاصل ضرب 30,000 بلص في الماشين ريزوليوشن. 1 من 10,000 هتديني 3 مليمترز. The stepper motor control has a problem. This problem is stepper motors have limited torque. ما عنديش فيدباك، والتورك العزم المطبق limited محدود. بمعنى لو انا اديت excessive pressure طبقته هيحصل slipping، وبالتالي الماشين هتفقد البوزيشن بتاعها نتيجة عدم وجود فيدباك. وبالتالي الحل ان الاوبريتور لازم يعمل ريستارت للماشين ويبدا البرنامج من اول وجديد. The machine does not know where it actually is, only where it should have moved. اعرف احرك الماشين في اتجاه اكس على سبيل المثال عدد معين من المليمترات، لكن هل المكنه تعرف هي فين بالظبط؟ الاجابه لا، معتمد على دقه الستيبر موتور. اعتمدت على السيبر موتور بدقة عالية، وبالتالي هعوض ان مفيش كلوز لوب بالدقة بتاعة الستيبر موتور، لانه بيتحرك طبقا لستيبس صغيرة جدا. This method works fine unless the motor slips. وبالتالي انا هستفيد واطبق الستيبر موتور كنترول، استفيد بالدقة بتاعته بس اتجنب حدوث سليبنج في الموتور. دي بعض أشكال الستيبر موتور. الستيبر موتور موجود الروتور والستيتور عبارة عن تيث أسنان كما هو موضح، كل سنة هتتحرك زاوية صغيرة لما يحصل إنرجايزد للجزء رقم واحد من الروتور، ثم بعد ذلك البلس التالية لما الروتور اتنين أو الجزء اتنين من الروتور يحصل له يبقى إنرجايزد، وهكذا. او الستيتور معذرة، والجزء الثالث من الستيتور انرجايزد، والجزء الرابع من الستيتور انرجايزد، وهكذا. تحرك زاوية صغيرة جدا لما يعرض لفولتج. النوع الثاني من الماشين كنترول سيستمز سيرفو موتور كنترول. كل اللي هعمله هستبدل الاستيبر موتور بسيرفو موتور، بقية الكومبوننت زي ما هي. عندي الكمبيوتر العقل والبروجرام المدخلات والماشين موفمنت المخرجات. اللي هيزيد هيزيد الفيدباك لوب، يبقى في السيرفو موتور هيبقى في فيدباك لوب. كل بوزيشن هيتحركه الموتور في سنسور بيقول لي انا فين بالظبط، يا ترى اتحركت وصلت للبوزيشن اللي انا عايزه ولا لا، عن طريق طبعا استخدام انكودرز على سبيل المثال. اذا سيرفو موتور موجود في فيدباك لوب عشان اتشيك ذا ماشينز اكشوال بوزيشن. لو البروجرام هيقول الكمبيوتر
حرك لي العضلات بتاعت السيستم 3 انش، هيبدأ الموتور يبدأ يدور ولا يتوقف إلا بعد ما يجي فيدباك من الماشين موفمنت إلى الكمبيوتر إن خلاص اتحرك الثلاثة إنش، فإذا الكمبيوتر هيقول للسيرفو موتور ستوب. ميزة السيرفو موتور كنترول، الميزة الأولى عندي الهاي تورك كابابيلتيز، وبالتالي تغلبت على الليميتد تورك الموجود في الاستيبر موتور، وبالتالي اقدر اتعامل مع هيفي كاتس مع سرعات عالية. ميزة اخرى، انا دايما او المكنة دايما عارفة الاكشوال بوزيشن، وبالتالي مش هتحرك الحركة اللي بعدها غير لما يجيني فيدباك ان انا وصلت ونفذت الاوردر كما ينبغي. اذا الكلام ده هيخلي السي ان سي وخصوصا المودرن سي ان سي ماشين لها خصائص تميزها عن الكونفنشنال ماشين تولز. اول حاجه، السي ان سي ماشين تولز تتميز انها ماسيف، يعني دايما تقريبا 4 أضعاف في الوزن بتاعها عن الكونفنشنال ماشين، وبالتالي تتمتع بثبات عالي. تاني حاجه، لارج موتورز وذ هاي سبيدز، اقدر استخدم مواتير بسرعات عاليه، كمان ان انا اتحكم في السرعه، ما عنديش صندوق تروس عشان اقول السرعه لا اما 30 ار بي ام لا اما 100 لا اما 120، لا، ده انا اقدر احصل على السرعات اللي انا عايزها كانها continuous speeds. يبقى عندي الادفانتج اوف مودرن كاتنج تولز، اتعامل مع كاتنج تولز متعدده. رقم 3، الهورس باور اند سبيندل سبيدز ار جنرالي 4 اور 10 تايم فاستر ذان كونفنشنال ماشينز، ان المواتير اللي بتستخدم مع السي ان سي ماشينز سرعتها كبيره، بتوصل لاربع او من 4 لـ5 أضعاف المواتير بتاعت الكونفنشنال ماشينز، المواتير العاديه. رابع حاجه، اوتوماتيك تول تشينجر، ان انا اغير اداه القطع اوتوماتيكالي، ممكن يبقى عندي في التول ماجازين من 8 لـ100 أوف كاتنج تولز كلهم حاططهم في التول ماجازين، وبالتالي مترقمين، اقدر استدعي اي تول من التولز دي، وبالتالي هوفر في التايم بتاع التول تشينج. الهاي اكيوريسي، الدقة العالية، the minimum resolution of most machines، الريزوليوشن ده ممكن يوصل لـ 0.0001 انش او 1 من 1000 مليمتر، and some machines are capable of manufacturing parts to that accuracy، بتقدر تشغل accuracy بالميكرون، وده بيعتمد طبعا على البروسيس اللي انا محتاجها، الماشينينج بروسيس. الدقة العالية دي بتأتي نتيجة ان انا بستخدم مش باور سكرو عادي، لا، بستخدم بول سكروز. باور سكرو موجود بداخله كرات من الصلب، ودي هتخلي الفيد الدقة بتاعتها أعلى، وبالتالي مفيش باكلاش أو أي سلوبينج هيحصل في الموفمنت بتاعت السكروز. آدي شكل البول سكرو. يبقى إذا الدقة بتاعت السي إن سي ماشينز تعتمد أولا على الريجيد كونستراكشن، عندنا قلنا السي ان سي ماشينز هيفي، بتوصل الثقل بتاعها ل4 أضعاف الكونفنشنال ماشين تولز، وبالتالي ده هيدي مور ريجيديتي للكونستراكشن. كذلك بستخدم بول سكروز، وبالتالي مفيش باكلاش هيحصل في السكروز، وبالتالي الدقة هتكون أعلى. يبقى عندي الدقة نتيجة الريجيد كونستراكشن، وكذلك نتيجة استخدام البول سكروز في الموفمنت اوف ماشين بارتس. ادي شكل البول سكروز زي ما هو موضح بهذا الشكل. طيب الاكيورسي قد ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال السيرفيس رفنس اللي هي الار واي بتوصل ل 96 من 100 ميكرومتر، اما الراوندنس فتقريبا 42 من 100 ميكرومتر، وبالتالي عرفنا ليه الدقة أعلى في السي إن سي ماشينز، والدقة بتوصل لحد كام في السي إن سي ماشينز مقارنة بالكونفنشنال ماشين تولز.
السي ان سي ماشينز مش بس هيكون فريزه ومخرطه او ماشينينج سنتر او تيرنينج سنترز، دي انواع منها كما هو موضح بالصوره، ميلز اند ماشينينج سنترز. ده ممكن تبقى ليثز مخارط او تيرنينج سنترز زي ما هو موضح في الشكل ده، وممكن تبقى drilling machines، CNC drilling machines. ممكن اطبق CNC technology على boring mills او boring machine او profilers، اقدر اعمل اي شكل او اي بروفايل على احجار على سبيل المثال. ممكن CNC تبقى punch press، punch press او shearers، اقدر استخدمها في قطع الالواح المعدنية. ممكن يبقى عندي راوترز تتعامل مع الأخشاب المختلفة لرسم زخارف عديدة، دي شكل الراوترز. ممكن تبقى CNC ماشين unconventional machine tool، ووتر جيت زي ما هو موضح، مميزة الووتر جيت أو الأبريزيف ووتر جيت، إن أنا عندي هيدروليك أويل وعندي لو بريشر ووتر وعندي هاي بريشر ووتر وعندي أبريزيف ماتيريال اللي هي بتخرج او بتختلط في هذا المكان، الابريزيف ماتيريال مع الووتر يختلطوا، وبالتالي الجت هينطلق من هنا بسرعه عاليه استخدمه في عمليه الكاتنج. ممكن تبقى ليزر بروفايلرز استخدمها عشان ليزر لاغراض القطع بالليزر، الانجريفنج بالليزر وغيرها من أغراض المتعددة أو التطبيقات المتعددة للليزر، سواء لحام بالليزر أو قطع بالليزر أو مش بس ليزر، ممكن استخدمها في بلازما، بلازما كاتنج أو بلازما ويلدنج. أيضا استخدم CNC ماشينز في الويلدنج ماشينز، وبالتالي كل الماكينات اللي تستخدم في اللحام بتقنية CNC أستفيد من الأكيوريسي بتاعتها. سنخص بالدراسة في مادة CNC Technology and Programming الماشينينج سنترز أو الفريزة الرأسية اللي هي على هيئة CNC. فإيه الكاتنج تولز المستخدمة مع الماشينينج سنترز؟ هيجي في ذهننا على رأس التولز دي الاند ميلز بأنواعها والفيس كاترز. طيب الماشينينج سنترز بتستخدم ايه الماتيريالز اللي بتستخدمها؟ كاتنج تول ماتيريالز، هاي سبيد ستيل تولز، كاربايد انسرتس، كل ده يبقى موجود في الاند ميل كبيزك كاتنج تول. يبقى البيزك كاتنج تول عندنا في الماشينينج سنترز هي الاند ميل، مصنوعه من الهاي سبيد ستيل او كاربايد انسرتس. الانسرت اند ميل كات ماني تايمز فاستر than high speed steel. أصلاد الكربايد انسرت دي الصلادة بتاعتها أعلى من high speed steel، لكن high speed steel end mills بتديني surface finish أفضل لما استخدم side cutting. كذلك mill cutting tools المستخدمة اللي هي الface mills. face mills بعمل facing بتكون القطر بتاعها كبير شوية عشان ما اكترش الاوفرلاب ما بين كل شوط والتاني. مثلا الانجين بلوك، الانجين بلوك ممكن اعمل له فينيشنج في وان باس وذ لارج كاتر. يبقى برضو من الكاتنج تولز المستخدمة مع الماشينينج سنترز الفيس ميلز. كذلك ممكن استخدم بقية الكاتنج تولز اللي بتستخدم مع الفريزة الرأسية أو الماشين سنترز، زي الدريلز، البنط بأنواعها، التابس، أدوات الألوظة، والريمرز، أدوات تفنيش الأسطح الدورانية الداخلية أو الهولز الداخلية أو البرغل، الريمرز البراغل. يبقى استخدم الدريلز والتابز والريمرز مع الماشينينج سنترز طبعا باختلاف الاحجام الاقطار والاطوال والكاتنج ماتيريال. الكاتنج تولز في الماشينينج سنترز بتركب على التول هولدر، ده شكل التول هولدر،
بيبقى عندي الجيج لينث الخاص بالهولدر بركب في التول هولدر، وبعد كده يبقى عندي الجزء البارز من الكاتنج تول اللي هو ليه كاتر دايامتر، وكذلك فيه الكاتر بروجكشن او الاسقاط بتاعه اللي هو البروجكشن لينث، التول بروجكتد لينث ده من اول نهايه التول هولدر لحد اخر نقطه موجوده على الكاتنج تول. على الشمال هنا ده شكل التول هولدرز المختلفة المستخدمة مع الماشين سنترز، بيكون داخل التول هولدر اللقمة دي الكواليتي، كأنه كواليتي تشك بقى، وموجود مكتوب عليه القطر أو أكبر قطر لأداة قطع ممكن تركب على الهولدر على التشك بتاع التول هولدر ده، وبيكونوا طبعا كلهم مرصوصين في التول مجازين ومترقمين. الفيكشرز المستخدمة مع الماشينينج سنترز يجي على رأسها المنجلة أو الفايس، وبتكون فايس خاصة بالماشينينج سنترز مختلفة عن الفايسز المستخدمة في بقية الورش، وبثبت الفيكشرز ده على التي سلوتس على التيبل بتاع السي ان سي بتي سلوتس، أو ممكن أثبت المشغولة مباشرة لو هي مشغولة كبيرة شوية على التيبل مباشرة باستخدام التي سلوتس ومسامير حرف تي. يبقى الفيكشرز انكلود anything that holds the work on the machining center table. سؤال صح أم خطأ؟ Holding parts on a machining center tends to be more difficult than on a turning center. ده يعتمد على الفيكتشر المستخدم. اليونيفرسال فيكتشر المستخدم مع المخارط او التيرنينج سنتر هو التشك، وبالتالي التشك هي سنتر المشغوله اوتوماتيكلي. الفيكتشر ده اسهل، السيت اب تايم مع التشك بيكون اقل من السيت اب تايم مع الفيكتشرز اللي هو الفايس، وبالتالي الهولدنج بارتس اون ماشينينج سنترز tend to be more difficult than on a turning center. لو حسبناها based على time أقدر أقول true. يتبقى أن نعلم ما هي the procedure for machining. عشان أعمل machining لأي منتج لازم أبدأ برسم هندسي working drawing، ويتحول هذا الرسم الهندسي ل process sheet موضح عليه الماشينينج ميثودز المستخدمة، هعملها في خطوة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، وتسلسل عمليات التشغيل، هبدأ بخراطة ولا تفريز، ما هي العملية اللاحقة لعملية التفريز، هل هي عملية ثقب أم غير عملية الثقب، بعد الثقب هل أجري عملية الوظة أم عملية ريمينج أم ماذا، ثم بعد ذلك أقرر السيت اب ميثود. السيت اب ميثود الفيكتشرز المستخدمة، هل أستخدم جيكس، هل أستخدم فيكتشرز أم لا، ثم بعد ذلك أختار الكاتنج تولز كل أدوات القطع طبقا للماشينينج ميثود وأرتبها في التول ماجازين كل برقمه وقطره وطوله والمادة المصنوعة منه طبقا للورك بيس ماتيريال، ثم بعد ذلك أقرر سبيدز أند فيدز، التيبل هتتحرك بفيدز قد إيه، السبندل هيدور بسبيدز قد ايه، هل سبيد ثابته طول عمليات التشغيل ولا هتزيد وتقل، يبقى لازم احدد السبيدز والفيدز طبقا لانواع الكاتنج تولز المستخدمه وطبقا للماتيريال الخاصه بالورد بيس، ثم بعد ذلك ابدا فيها التنفيذ ماشينينج ذا بارت، ثم انتهي وابدا سايكل جديده. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.